في بامتياز والمستفيد منه ساكنات الحسيمه، دور النشر والتوزيع والمكتبات المحليه والوطنيه مشاركه بالمعرض الجهوي للكتاب. والهدف من هذه المشاركه لفت الانتباه للكتاب الذي قيل عنه في اكثر من مره هو خير جليس، قبل ان يتحول بقدره المعلوميات الى جليس متخلى عنه. هدف المعرض اصلاح ذات البين بين القارئ المغربي والكتاب. تفاصيل أوفى مع فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. القراءة في قلب الحسيمة من خلال معرض الكتاب الذي توسط الساحة الرئيسة للمدينة، معرض جهوي في نسخته الثانية، فرصة لإحياء سنة القراءة وإعادة الاعتبار للكتاب الورقي الذي لم يسلم من الغزو الرقمي. المعرض الجهوي للكتاب في دورته الثانية بعد تنظيم الدورة الأولى بتازة هو غني دلالات ومحتوى. في محتوى هناك 35 عارض موزعين بين دور النشر والمكتبات. زوار من مختلف الأعمار بحثوا في أروقة المعرض عن الكتاب الذي يناسبهم، فالأهم من شراء كتاب هو قراءته، ولا سيما وأن مبادرة تنظيم معرض الكتاب هي الأولى من نوعها بمدينة الحسيمة. أول مرة في مدينة الحسيمة كنستقبلوا معرض بهذا الحجم هذا وبهذا الغنى هذا وبهذا التعدد اللي فيه، جميع أشكال الكتب، تهم الأطفال، تهم الشباب، تهم العالم النسوي، تهم الثقافة الأمازيغية. الحمد لله كاين إقبال، فالمغاربة مابقاتش عندهم ديك الفكرة ديال أنهم شعب لا يقرأ، وكنتمناو هذه المبادرة تحسن ويكون عندها دعم، لأن الدعم اللي معطي ليها شوية ناقص. المعرض الجهوي للكتاب الذي اختتم فعاليته اليوم بمدينة الحسيمة فرصة سانحة للقراءة وتعليم النشء الصاعد عبر أسرهم أن الكتاب المفيد خير مؤنس وجليس. نبقى مع الكتاب ما الذي